الاكتئاب عند الولد بنشوفه بين عمر 5 6 سنين ل 11 12 سنة. هالاكتئاب ببلش يبين لنا بعوارض كثيرة، بس أهم 2 عوارض فينا نشوفهم عند الولد هو اضطراب الشهية. يعني أول ما نشوف عند الولد أكثرية الأحيان بنشوف انقطاع بالشهية وبينزل وزن الولد فجأة، أو أوقات بنلاقي العكس إنه هالولد عم ياكل كمية كثير كبيرة من الأكل. وتاني اضطراب هو اضطراب النوم، يعني الولد بصير يقلق يوعى او ما يقدر ينام بالاول او يوعى كذا مره بالليل. واكثر شيء بنشوفه هو الكويبيس اللي بنشوفه، يعني بنشوف الولد عم يوعى عم يبكي وعم بيصرخ بالليل. عوامل تانية او عوارض تانية شيء بنشوفه عند الولد هو بطء عنده بالحركه، يعني ولد ما له جلد يعمل شيء، يعني بدنا نجره تنعمل الشغله. بنقول كانه ولد ختيار شايفينه قدامنا، ما عنده النشاط اللي عنده اليوم بقيه الاولاد. بنلاقي عنده بس حركة شوي زايدة وتوتر وقت يكون عم يعمل شغل، يعني وقت نكون عم نجبره انه في عمل معين بده يعمله. ما عنده اهتمامات، يعني لو وين ما اخذناه مطرح لازم يكون في مبسوط بنلاقيه منه مبسوط. ما عنده ثقة بحاله، يعني عطول منه عارف اذا اللي عم يعمله صح او غلط، عطول بنسمع عم بيقول انا اكيد ما رح اعرف اعمل هيدي الشغلة، انا هيدا اكيد ما رح تزبط معي، اكيد ما رح اخذ نتيجه منيحه بالمدرسه. ممكن ثقته بحاله بتكون كثير واطيه. عنده ما عنده انتباه، يعني وقت نعطيه شغل كان بالمدرسه او بالبيت وقت يكون في شغل عم نعمله بنلاحظ ما في تركيز وما في انتباه، كانه شارد بغير محل. بنلاقي عنده نتائجه بالمدرسه كثير بتتراجع، يعني حتى انه بيوصل اوقات في رسوب مدرسه كثير كبير. شعور ذنب هيدا شيء كثير بنشوفه عند الولد اللي عنده اكتئاب. بنلاحظ انه بكثير تصرفات بيعملها كانه عم بيقاسس حاله هالولد بكثير قصص، يعني اوقات بنلاقي انه عم نعيط عليه بطريقه كثير قويه بس بكون هو جارنا لهون لانه كانه هو عم بيقاسس حاله بهالتصرفات اللي عم يعملها. اوقات بتروح لحد انه يأذي حاله او يأذي الاخرين، يعني ضرب او غير قصص. هالأسباب هي كتير مهمة اللي بتودي للاكتئاب عند الولد. أول سبب هو انفصال عاطفي مهم بيكون. تاني سبب هو شعور بالتخلي، يعني مثلا بحس إنه أمه ما بقى هالقد عم تهتم فيه أو بيه كأنه متخلى عنه تيهتم بغير أمه، أو بنحس إنه عنده شعور حقيقي بفقدان حقيقي لأمه أو لبيه. يمكن يكون عن جد توفت امه وتوفى بيه وهذا اكيد رح يخلق له اكتئاب، او ممكن هن موجودين بس هو عنده هالشعور بفقدان هالعلاقه مع اهله اثنين او مع حدا من هالاهل. المعالجه لازم تكون اوقات كثير قليل بالدواء، معالجه لازم تكون مع الاهل، واكيد معالجه نفسيه.